وصفتي لليوم حبيبة الملايين أم علي. راح نحتاج حليب نستلة المكثف المحلى، قشطة نستلة، مكسرات مشكلة وجوز الهند، كروسان مقطع، زبدة وحليب. على نار متوسطة بنضيف الحليب وحليب نستلة المكثف المحلى وقشطة نستلة، وبنحرك لغاية ما يبدأ بالغليان، وبنضيف قطع الزبدة وبنحرك لغاية ما تدوب، وبنرفع الحليب على جنب. بصينية فرن بنضيف الكروسان والمكسرات وجوز الهند وبنغمرهم بالحليب، وبندخل الصينية على فرن محمى على حرارة 180 درجة لمدة 10 دقائق وبالعافية. وإذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. باي.